تفضلي. ما عندها رسائل. وينها هلا؟ ابو البنات شو بيجيبوا الهم؟ بنخلص من نور بنعلى بندى. بس يجوا اهلها لنور رح انقلك على مخفر بالضيعه، وهن بينقلوك على بيروت. طيب خلونا نتصل بالمحامي. الليله خلص، بكره ببيروت بتتصل باللي بدك اياه. طيب انا خلص دوامي هلا. اهلها لنور صاروا واصلين وحالتها صارت منيحه. بدك مني شيء؟ الله معك دكتور. انا ناطرهم. معقول يا عمي معقول؟ هيدا ضرب بينعمل؟ حدا بينسى يعبي بنزين غير القهوج؟ ايه مزبوط قهوج انت، قهوج كتير، بس ما لك حق. هيدي سبيساليتين هيدا. في مجال توقفوا تلطيش ونق، لأنه رح بلش عصب. ما خليتوني انزل على الطريق دبر حالي وقاعدين عم تنقوا. ومعنا حق، لأنه إذا تركناك تروح على الطريق في خطر عليك، وإذا بقينا هون رح تقوم القيامة. يا عمي البوليس. عمي أهلي ونور أكيد بحاجة لإلي نور هلا ولإلي كمان. كبار أنتو، كبار في عالم الأهل والمعارف، وأنا مقطوع من شجرة، ما في لا هاني ولا ريم يسألوا عني. بس بهيدي القصة الحق عليك، مش نحن نسينا نعبي بنزين. أنا الحق علي، أنا شو إلي علاقة بالموضوع؟ دخل حالي وأعرض خدماتي. خرجي. زدتيها كتير عليه للزلمة. شو هو قصده يقطع السيارة من البنزين؟ فوت اعتذري منه يلا. إيه وأنت ما قصرت، ما تعمل لي حالك ملاك هلا. أنا إلي حق، أنا أخوت وبالي مشغول على نور. وأنا طلعت هلا فيكم الطبيعية، وبالي مش مشغول أبداً على نور. مسيح. رامي. رامي سوري سوري منيح غير بتعصب. خلص مش شايف الوضع اللي نحن فيه؟ طيب انت منيح ضروري تعصب يعني زيادة؟ الو. ايه مامي. مامي طلعوا هلا، انا كثير خايفه هيك بدونكم. ليه بدك تخافي ماما؟ ما صرتي صبيه. شو مين جوزها لطنط راوية؟ شو في ياسر؟ بسيطه ديما بسيطه ماما. انا ما قلت لك ما تنهزي من البيت غير على المدرسه؟ كنتي رايحه تجيبي بيتزا. يا لطيف على الفجعنه لوين بتوصل. وشو قلتي له؟ شو جابوا لهونيك؟ شو عرفوا؟ صار شي؟ ديما بهالشي؟ طيب ماما طيب اوكي. قفلي الباب بالمفتاح وما حدا بيقدر يفوت. أنا بحبك كمان. رح أرجع أحكيكي اوكي. طيب ربال أحسن صار. شو في مي؟ ياسر إجا على البناية وعم بيسأل عنك، ديما خافت منه، بس رجب البواب حكي معه ومشي الحال. بتعرفي شو؟ أنا رح أطلب تاكسي روح على البيت. ما فينا نبقى اثنيناتنا سوا هون. رح دبر مصاري لبكره. بشوفكم. الله ديري بالك على حالك. هالجماعة قصصهم كثيرة ومشاكلهم كبيرة. هلا صرت عم بفهم ليه هالقد غريبة يارا بتصرفاتها. حرام، الله يساعدها، معطرة. الله يجيب العواقب سليمة يا ماما. أكيد في شي جردون ميت بالصندوق، مش شامم هالريحة أيوب؟ من أول ما طلعنا بالسيارة ما عم بتروح؟ ريحة بشعة يعني؟ بتفطس مش شامي؟ مظبوط. من وين؟ ياه شو هيدا أيوب؟ يا أهلين، ما أنا ليه جاي على البيت؟ مشان غير وأتحمم، هي إذا وصلت طيب عاشقتي. ليه؟ لأنه دايماً الشباب اللامع عنده أعداء، وأنا الحظ والدنيا أعدائي. ما تقول هيك أيوب، أنت ما عندك أصحاب؟ بلى، الفقر والتعتير، أصحاب الطفولة. مين؟ يا الله عليك يا أيوب. طب ليك غرام مثلا؟ من كم يوم لم فيه، بس هلا بظن فيه. استاذ عندك لو سمحت استاذ، صف لي على جنب. ميرسي كثير ماتر، ميرسي كثير. بعدين انا مش اكيد انه بكره يمكن شوفك، حسب وين بيكون ناطرني صاحب الملك. بس بدي منك شغلي، بس تبقي تشوفي ماتر ندى. قولي لي ايوب راح بخطيتك. مش تشوفها بالاول ايوب، لا هي ولا ماتر رامي مبينين، حتى عم تلفن له ما عم بيرد. ماتر غنوة انا بتشكرك انك رفقتيني، بس انه سوري عذبتك، بس بتعرفي الواحد ما بقى يحس بامان يمشي وحده بالليل. يا اهلين، يلا رافقنا بعضنا انا وياك. بتعرف سيارتي بالجراج، تقوم بالسلامة. يا اهلين. يا الله عليك ايوب، ما تنسي ماتر ندى. اوكي مشي. الكل بكون بينا مشغول علينا هلا. هيدا لأي بلي هيدا تحط حقه ونيفتي. هذا إذا عصبنا وانقهرنا وزعلنا ما رح يتغير شيء. أنا بعرف إنه هلا أهلك بيكونوا جنين وريم كمان، بس نحن هون. يعني أحسن شيء فينا نعمله إنه نجرب نروق وننام. أنا ما رح أقدر نام إلا ما أطمن على نور. بدي أشرب من دمهم إذا بلقطهم. قولكن لقيوه، بتعرفوه برتاني ونعساني. بغني لك تتغفى؟ ما تاخدوا راحتكم كتير. إيه؟ بحلم لو شوفك حدي، بحلم لو شوفك حدي، خدك عم يلمس خدي، بحلم ضمك دوب، بحلم ضمك دوب، ضمك دوب، واسمع قلبك عم يهمس خدي. نور يا نور، الله يساعدك. ولك لوين هربان، ولك لوين بدك تفوت عن غرفي يا محتال. يا مجرمين، ما عندكم قلب، حرام عليكم روقوا شوي، اشفعوا على البشرية، قولوا هالزلمة كمات اليوم. أي بشرية يا محتال؟ ليش أنت بشر؟ لا والله معك حق، أنا حمار، أنا أكبر حمار بين الحمير الكبار. ما معك شيء؟ وين مخبيهم يا محتال؟ مدام إذا بتريدي ما بسمح ليك، صار في غلط مش مسموح فيه بالأعراف كلها. أنا يا حمار يا محتال، بدك تنقي شغله وحده بس. انت المحتال ونحن الحمير، لك سرك سنين بتضحك علينا، وسرك شهور مش دافع الاجار. يا هرب يا مخبى، واخريتها معك. طب جار، انا بشتغل عند المحاميه ندى الزيات، بنت سامر الزيات، مش سامع فيها؟ يا مريت شو بدك فيه، عم يكذب. لا والله العظيم ما عم كذب، بس صار لها يومين ما طلعت على المكتب، ما بعرف شو بها، واليوم بالذات انا كنت رح موت. عمي كنت رح موت. شو بك ايوب؟ الحار يا جار، خلص تركوا 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 رح تخنوه، بكره سرق لونه تركوه. دخيلك يا جار، ما عم بيخلوني فوت على البيت، انا مريض واليوم كنت رح موت. بعد عنه تركوا يا خي يا جار، رح موت يا جار، شيله شيله. انت الموت اذا شافك بيهرب منه. بعد عنكم دخيلكم، خلص تركوا. لك يا جار اتركني، لك انت حرامي، لك اتركوا لك اتركني. انا منيح انا منيح، هذا سبع المرمبو. اتركوا بعد عنه. ريما لك يلا يا ريا، خلصيني دبيلي هالغراض. وين بقى؟ اوه بعد سهران هلا خير، خدنا بحضنك. شوفي بنص هالليل يا خيي فهمناك واتفقنا، كل واحد منا يروح بسبيله. منعتوني شوف سمر بالمستشفى ليه؟ شو القصة؟ شو الظاهر الست ريا شادة ظهرها بحدا، ولا حضرتك بيع لك شي بيعة حرزاني؟ شو قصدك؟ بقصد بدي اعرف مين دفع لك. مرتي منعها، بنتي شرحة، مين دفع لك؟ لا هيك ما بسمح لك انا. انت واطي، انت واحد واطي، بعد بنتك من زمان. يا خيي يا خيي، البنت مش واعية على شيء، تركنا بهمنا، انسانا يا استاذ. مش قبل ما اعرف شو القصة، شو صاير ومين دفع لك. ويكون بعلمك سمر رح ترجع لي غصب عنكم كلكم، رح ترجع لي. بدك تقول لي مين دفع لك ولا لا؟ احكي بقى هالبحصه، احسن ما خليك تصفي بالمستشفى حد بنتك. ما بقدر اقول، ما بقدر اقول. ليك ليك عم فهمك، اذا ما رح تفل من هون رح صرخ، رح صرخ وجمع كل الجيل عليك، فهمت؟ يا هو يا جيران يا بص مثل النسوان البار. انا فيلي هلا، بس يكون بعلمك راجع لك، مش ناسيك. لبينما ما ترجع منكون في اللينة. شكله سهران مع قصبة الخيزران. شعور باهور، شعور باهور، شعور وباهور. عندي طلبين. أول طلب إنه أمي ما تفوت على الأوضة وتقفشني. شو عم تعملي ولي؟ شعور باهور. ولي مجنونة؟ شو هيدا عم تعملي؟ مشي عم بخر البيت. مجنونة خوطة ليكي، إذا ما دكيتلك هيدا المحتال بالحبس، ما بيكون اسمي سعاد، فرجيكي أنت وياه. يا ماما ليه بدك تدكيه بالحبس؟ أنت عارفة هدول العالم شو فيهم يعملوا؟ شو فيهم يعملوا لي مجنونة؟ يردلي اللي بحبه مثلا. إيه قومي لقلك، لحقيني من هون. ماما اتركيه، ماما. صالة. تعال طيب. أهلا. شرفت ونورت غومة. تسلم. والله يا أستاذ ما كنينا لقيناها. كيف رضاك؟ يعطيك العافية. نور وينها؟ رولا روقي شوي. في حدا غيرنا تبلغ عن نور؟ ندى أختها. وكيف عرفت؟ من رقم التليفون على السلولير. وصلت ندى؟ لا ما وصلت، بس صار الخاطف والمخطط موقوف وبنتكم لكوانا جوا. جوا وين؟ بأي أوضة؟ صار لها شيء؟ عملوا لها شيء؟ رولا روقي، ما أنا مشغول بالي على ندى كمان. يا رب استر يا رب. مع اثنين شباب شو بده يصير لها؟ بيكون ضيعوا بالطريق، ما تخاف. خلينا نفوت نشوفها. يمكن عم ترعد بدها تشتي. أنا الأخ شايفه قبل بمرة بس مش مذكر وين، اسم الله عليه مثل الملاك. لو بيعرف قد إيه بعزه. نعم نعم. نحن هنا. كنت عم فكر بتصرفاته آخر فترة. فظيع أنا شو عم يا ما كنت قاجع. يمكن. بس أنا كنت شايف كل شيء. يمكن غادي كان يحبني أو كان مغروم فيي بس سكت. مش يمكن، كان مغروم فيكي ومكتر. بس هلا مغروم بنور عن جد. بمين ما بده ينغرم ينغرم، المهم ما يقرب صوبك. ملك الله يحميه. الله هالآخرة، يا الله هالجرصة هي عمي شو بدهم يقولوا عنا العالم. بعدين ندى عرفت وين هو؟ يا عمي روقي شوي. وبعدين فيكي ما بقى تشربي؟ حطي الكيس هون وقعدي. لك فهميني يا جيني فهميني، بدي أعرف شو صاير. إنه معقولة عامل جريمة؟ بفهم إنه لعب بالسبق وخسر أوكي، لعب بالكازينو وخسر أوكي، عاز مصاري بيخطف حدا. لا وما لقى إلا أختها لندى كمان. الله ليلو خلص روقي شوي، بوعدك من بكره رح وكلك احسن محامي بالبلد، بس انت روقي. بليز ما تتركيني انا كثير متضايقه. لك مش تركتك. روقي. بيستاهلوا، خليني يتبهدلوا شوي بهالمغفر ويذوقوا طعم التعتير، هل بلا قلب، هل بلا ضمير، مش شايفين غير المصاري؟ عم بقلبهم، انه لمين عم ياكل عليهم مصاري يعني؟ بتأخر شوي صحيح بس انه بالاخر بدفع. شو هالحكي هذا يا عمي؟ اشرب ايوب اشرب هلا بترتاح. سلم دياتك. طب ايوب ليه ما بتتجوز؟ ليه ما بتلاقي شي بنت حلال تهتم فيك وتريحك بقى؟ يا اهلين، ليه انا قادر اقوم بحالي بالاول، تقابلي بنات الناس معي. طيب ليه بتتأخر عليك هالمحامية بمعاشك؟ بتروح مع نسوة، هن الناس اللي ما عندهم هم المصاري يا جار بينسوا، بس هي عطول بتدفع لي. قوم يا جار خلينا نتركه يرتاح. ايوب اذا عزت شي عيط لنا نحن هون. ايوب ما تعتل هم، نحن حدك، اذا في شي حكينا. سلامتك يا جار. سلامتك. يا اهلين، عذبكن يا جيران. سلامتك. لهي بنت الحرام، طلعتي سراقة يا دي عانك. يا مقصوفة العمر. حلوة. ايه. اخ. يا دلي. مش قادرة اخفى. فكري بأشياء حلوة بتخفي. مثل شو؟ فينا بتعرف رامي، بحس انه بكل شيء صار معها نور الحق علي. نور بتحبني كثير، بس مش عم تعرف تعبر. احتمت وراها الشرط تضل محافظة علي حتى. ندو، انت ذكية وذكية كثير مش شوي، بس انا اكتشفت انه بقصص العواطف بتطول كتير لحتى تدرلك. ندى، خفيتي؟ مع الشخير وخفيتي؟ بنات تأخروا، ليه بعد ما نزلوا؟ هلا بيوصلوا. ماهر شو بك؟ ليه عم تطلع فيي؟ كيف ليه عم تطلع فيكي؟ ما بعرف، في غصة بعيونك. طب ليه ما بتروح معنا؟ حياتي ماني معزوم، لو معزوم كنت جيت. أنت أكيد إنه الشغلة سهرة وبس. طب شو بنعمل بالسهرة؟ حياتي بتشربوا درينكس، بتتعشوا، بترقصوا. بس؟ وبس يعني وبس؟ ليك ماهر، مال الدنيا كله ما بخليني اعمل شيء مش مقتنعه فيه، من هلا عم قلك. سهره عرض جمالي وبس. والبنات؟ مثلك يارا، مثلك. هلا اذا حبوا يعملوا شيء ثاني انا ما خصني، يصطفلوا. ها شرفوا. هاي 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 يارا، طالعه متعقده. ميرسي، انت كمان. تأخرنا؟ آخر همي. ألو ماهر. هاي. ألو. ريدي ليديز؟ ريدي. أوكي. ماهر، ما بعرف كثير خايفة أروح. حياتي ما بعد خافي، فكري بالدولارات اللي رح نقبضها، فكري فيي حياتي. أوكي؟ You speak English? Yes, sure. Good, good. What's your name? Riwa. Riwa? Kinda. Uh-huh. Sharon. Uh-huh. Hello, baby. You don't speak English? What's your name? اسمي يارا وما بحكي انجليزي وما بدي احكي بالمرة. بدي ارجع على الاوتيل. Sure, sure. Oh. سيرفيس شو مدام غاب القط اسرح يا فار بتعرفي انك وقحه ياسر اوعى تقرب مني خليك بعيد عني ليه بطلتي مرتي بعدك مرتي يعني وقت اللي بدي بقرب وكيف ما بدي ولا مزبوط خايفه مني عامله شي حتى تخافي منه مدام أنا بخوف عملت شي لحتى تخافي ياسر ما تنسى إنه بيناتنا في محاكم حاجة تهددي راوية حاجة تهددي أصلاً ما بعرف ليش أنت خايفة مني هالقد اسألي حالك اعتدتلك شيء قتيل لا سمح الله دافعة شي لناس لحتى يختفوا من هون أنا؟ لا أنت مشي راوية ياسر اوعى تقرب مني خليك بعيد خلصنا منك بقى تعزلنا على كرامتي مليون مرة وقتلت أحلام بنتك وسعادتها وسمري اللي بعمر بنتك حاجة تلفي وتدوري دوختيني بعدين هدي هالسكين حتى ما تجرحي حالك ما بدي ليش عم تعمل فيي هيك؟ ليه عم تعمل مع بنتك يارا هيك؟ ياسر وعي بقى بنتك رح تضيع من بين ايدينا وأنا ضعت وخلصت من وين دفعتي لريا وسكينة؟ قصدي لهالجحش سامي يا بلا احساس يا بلا ضمير عم بحكيك ببنتك وبمستقبلها وعم تحكيني بهالوطين ياسر عم بقول لك بنتك عم بتضيع من بين ايدينا مين قال لك؟ مين قال لي؟ قلبي احساسي ياسر أنا أم رح يعملوا فيها مثل ما عملوا فيي. شو ليش صرنا قابضين حقها هالليله؟ لا نحن هون تنسهر وبس، هذا كان الاتفاق. اذا عرفت ماهر رح يقتلهم كلهم سوا.